فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يفهم حفظكم الله من قولكم إن الاستواء ليس بدائم؟ أن الاستواء الله فعل، فعل من أفعال الله يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى، أما العلو فهو ملازم له سبحانه، لا يزال عاليا فوق مخلوقاته، أما الاستواء فيفعله إذا شاء، ولذلك رتب على خلق السماوات والأرض بثم خلق السماوات والأرض ثم استوى. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. نعم.